النهارده هنتكلم على الاكسسوارز واهميتها في انها تبرز اي اوتفيت وتكمل اللوك. كمان هنعرف الترندز اللي انتشرت الفتره الاخيره وازاي اوفقها مع لبسي. كل ده هنعرفه من ضيفتي اللي منوراني، مصممه الاكسسوارز مريم عرفه. ازيك يا مريم؟ هاي يا مي، ازيك؟ انت منوراني النهارده. ميرسي، نورك. في البدايه عايزه اعرف منك، امتى دخلتي مجال الاكسسوري ديزاين؟ هو انا بدات 2020 وقت كورونا. كانت وقتها طبعا كل حاجه كانت بايظه على كل الناس، فابتديت اللي هو جالي بصراحه، انا كنت عاوز ان ديبرست يعني، كنت مكتئبه جدا بسبب الكورونا وكده. بعدين هو اتس فاني ستوري شويه، انا نمت وحلمت ان انا عملت براند كبيره وسميتها ميا. صحيت انا عملت اللوجو وعملت البيج وانا لسه مش عارفه انا هعمل ايه بقى، يعني البراند هتبقى ايه. بعدين مع الوقت ابتديت اللي هو ابص على الحاجات اللي انا اوريدي بعملها. انا هاندي كرافتي قوي، بحب اعمل حاجات بايدي كتير، فلقيت ان انا انت من زمان عندك الموهبه دي. من زمان انا يعني بجيب حاجات وبقعد العب بيها، فاهمه؟ وبالديزاين. بالظبط. في اللبس والاكسسوارز ولا الاكسسوارز بس؟ لا، لبس واكسسوارز. كمان اللي هي بطاطين مثلا، عارفه اللي هي الكروشيه والحاجات دي، انتو ان انا اتعلم حاجه جديده. بس فلقيت ان انا اوريدي عندي ماتيريالز. وكنا داخلين على الصيف، فصحابي وصحاب مامتي وكده اللي هو مريم اعمل لنا اكسسوارز للصيف وكده، فلقيت ان هو انا عملت حاجات كتير قوي، طب ما اصورها وانزلها. وواحده واحده ابتديت الاقي اللي هو في افكار ابتدت تجي لي، ابتديت اللي هو اصور حاجات وانزلها، فابتدى يجي لي اوردرز، فاللي هو خلاص انا ام ستارتنج ذا براند. طب انت خدتي كورسز؟ لا، هي حاجه من عند ربنا. اوكي. بس صعبه قوي، ازاي اتعلمتي؟ واحده واحده. بصي، انا مقتنعه جدا ان اي حاجه بتيجي مع الممارسه. حقيقي. اي حاجه عايز تعمليها انت لما تمارسي فيها هتتعلمي. طب انت بتعملي شنط؟ فترة عملتي؟ عملت شنط. انت عارفه انا طلبت منك قبل كده؟ لا مش معقول. انا افتكرت دلوقتي وانت بتقولي اسم البراند ميا، فانا طلبت من عندك شنطه قبل كده، البيدد باجز. ايوه. عملتها فتره. لا حلوه قوي قوي، بس ما عرفتش ان انا كوب. ترندي قوي في الفتره دي كمان، ما عرفتش بقى ان انا كوب ما بين الاكسسوارز والشنط، لان بوث واز ا ريلي بيج جوب يعني، فما قدرتش ان اعمل الاثنين. وكله مجال مختلف، ويعني هنا معقد وهنا معقد، ولازم في ترندز وهنا في ترندز ثانيه، تصوير ودي تصوير، وانك تكوب ما بين الاثنين، الموضوع كان صعب جدا. حقيقي حقيقي. طب كلميني عن البراند بتاعتك اكتر. بصي، انا اهم حاجه بالنسبه لي في البراند، بحب ان هو مثلا ليتس سي انت عايز تلبسي حاجه، فاول حاجه بسالها لك لو انت عايزاني اديزاين حاجه، انت شخصيتك عامله ازاي؟ انت ممكن تعملي حاجه كاستم ميد. كده كده اي حاجه انت عايزاها اعملها كاستم ميد. بس انا بحب اللي هو لو انت تلبسي حاجه ما تلبسيش حاجه اون ترند، زي ما هي تبقى اون ترند، وفي نفس الوقت بتقول على شخصيتك او انت عامله ازاي، بتحبي تلبسي ايه، بتعبر عن شخصيتك. بالظبط. يور فيفرت كولرز، الحاجات مثلا اللي طبعا بميكس اند ماتش في الحاجات اللي نازله ترند. بس برضو بحس ان انت لازم تلبسي حاجه تبقى انت، ما تبقاش حاجه زي بقيه الناس. في حاجات كتير جدا بعملها واللي هو مش بحب اصلا ان انا اعمل منها كتير، اللي هو كذا حد لابسها. طب ايه الترندز اللي انتشرت الفتره الاخيره؟ الستيتمنت بيسز، اللي هو مثلا الحاجات الكبيره التشانكي، الايرينجز الكبيره قوي اللي هم الديزايند، اللي هم وتحسي ان هم كلهم، حتى لو مثلا انا لابسه وانت لابسه نفس الايرينج، هو كل واحده شكلها بيختلف تماما. حقيقي. في الايرينج على وشها. وفي نفس الوقت اللي هم البانجلز، اللي هم الاساور الكبيره اللي مكتوب عليهم بقى حاجات بالعربي، عليهم ديزاينز اللي هم حاجات مثلا مربعات وكده، دول نازلين ترندي جدا. عايزه اقول كمان البلتس التخينه رجعت تاني موضه، كل حاجه قديمه هي بترجع موضه، وده حاجه انا بحب كده الحاجات القديمه. فدي حاجه حاجات الفينتج قوي. طب كلميني، ايه الماتيريالز اللي بتحبي تستخدميها في شغلك؟ بصي، في حاجه بس مسكونسبشن عند معظم الناس، ان الحاجات الجولد بليتد هي دي الهاي اند في الماتيريالز. الحاجات اللي بتبقى بليتد دي بتبقى زي لاير، زي مثلا كانك حاطه نيل بولش، مع الوقت هتقشر. ايوه. في حاجات بتحافظ نوعا ما على الاكسسوري، بس مش فور ا لونج تايم. الحاجات اللي انا بستخدمها بتبقى معظمها ستانلس ستيل او تشاينيز جولد. الستانلس ستيل اتس ا لايف تايم ايتم، يعني احسن من تشاينيز جولد او الذهب الصيني بكتير جدا. الستانلس ستيل انت في بيسز ممكن تعيش معاكي حرفيا فور ا لايف تايم. النحاس، طبعا النحاس ده ماتيريال، هي انا بالنسبه لي هو ده الماستر بتاع كل الماتيريالز. انت ممكن تصممي منه حاجات
هي كوبي جولد بالظبط, وفي نفس الوقت اتس نوت ذس اكسبنسيف, مش غالي خالص. أيوه. بالعكس هو يعني في متناول الجميع وسهل في التشكيل, سهل جدا في التشكيل. وممكن تدخلي معاه فضه, ممكن تدخلي معاه اي حاجه انت عايزاها, ستونز معينه, احجار, اي حاجة. هو بجد من احسن الماتيريالز اللي ممكن اي حد يشتغل بيها. وطبعا الاحجار, ايوه يعني انا في احجار العقيق انا بعشقها, لان هي بحب يعني حجم معين فيها, طبعا في منها احجام. لان هي انت لو حطيتي واحده بس منها الوانهم بتخلي اي حاجه اي بيس انت بتعمليها بتبقى فايبرنت قوي, بتبقى حلوه حقيقي جدا. حقيقي. وانا شايفه انك جايبه حاجات كتير معانا النهارده, عايزاكي بقى تكلميني عن كل بيس. ماشي. بصي, في اللي هما البريسلتس اللي هو محطوط فيهم الخيط دول, دول بست سيلرز. انا دول زاز قوي يعني كاجوال لوك. وهي البيس اللي في النص دي كاستمايزبل, مثلا انت عايزه تكتبي حرف من اسمك, ايوه عايز تكتبي اسمك. انا اللي بنزل اللي هو اللي انا عامله برج معين او اي حاجه انت عايزاها, بس انا حاسه ان انا بعمل عليهم حاجات معينه, دول اللي هما او ثينجز ام ديسبلاينج, يعني اللي هي بتبقى عايش حب, حياه, قويه, حريه, اللي هي الحاجات دي. اوكي. مثلا البيس اللي هي الست اللي هو الاميرالد جرين اللي هو ده, ايوه الاميرالد جرين طبعا اتس سو ترندي اللون ده. انا بحب الاميرالدز عامه, هو الستون ده انا اصلا بحبه جدا جدا, واللون كمان بحبه. هو لكجيريوس جدا. حقيقي. جدا. بصي, هو الست ده بالذات انا بحسه انت لابسه هو كانه لابس ذهب. اوكي. حقيقي. في الست اللي في النص ده اتس 100% هاند ميد, اللي هو السكند لاير اللي هو فيه احجار, ده اللي هو لونه لبني. ايوه. السكند لاير ده حجر معمول. عايز اقول لك ان هما كمان شكلهم ذهب حقيقي. ما هي دي بقى الفكره. ايوه. انا بحب الحاجه لما اعملها, يعني انت مثلا مسافره فانت مش لازم تاخدي معاكي كل الذهب بتاعك. صح. انت ممكن تاخدي بيسز معينه والباقي تكمليه بحاجات تانية. حقيقي. عشان انت لو الحاجه ضاعت او كده هنزعل عليها قوي. جدا دلوقتي هنزعل. ايوه طبعا. فالحاجات دي it's a really good replacement. وبعدين فكرة انك تلبسي replacement انت لحاجة شبهك انت وحاجة انت اللي عاملاها بتبقى حاجة تانية. صح. ونوع كمان انهم مش يعني مش يعني expensive زي الذهب نهائي. لا ممكن انوع كمان. وفي ناس بتبقى فاكرة ان انت اللي لبستي البيسز دي مع الذهب الذهب ممكن يتأثر او حاجة. لا نهائي. لا. مش بيتأثر. مش بتأثر. طب ازاي احافظ عليهم؟ بصي, احنا كبشر عادي ان احنا بيطلع مننا اويلز. طبعا. من جسمنا. لازم بعد ما تقلعي اي بيس تنظفيها بس كويس وتشيليها في كيس او في اي حاجه او في الجولري بوكس بتاعتك, بس ما تبقاش مع حاجات اوريدي بايظه. اوكي. عشان لو ده حصل اتجت يعني كانها بتعديها. صح. بتاخد الصدى منها او بتاخد ان الحاجات بايظه منها. غير كده الاحسن ان احنا طبعا افويد ان احنا نرش عليها كحول, برفيوم, اي حاجه ممكن تتاكل اللون. ده لو حصل باي ميستيك مش هيحصل حاجه اكيد, بس يعني لو بنعمل كده على طول. ويفضل بوكس مبطن ولا اي بوكس؟ لا, يفضل ان هي تكون حاجه الماتيريال بتاعتها من جوه تبقى ناعمه علشان ما تخربش البيس او ما يحصلهاش حاجه. فيلفت مثلا. مثلا. بس طيب خلينا نتكلم على الاكسسوارز بقى نفسها. ازاي اوفق كل اكسسوري مع لوك؟ يعني مثلا لوك الجامعه ايه الاكسسوري المفضل اللي انا البسه؟ بصي, انا هنا جايبه في مثلا في بيسز, البيسز دي بحس ان هي فلو لازم تكون موجوده عندك. زي مثلا اللي هي النكلس اللي هي زي اللي انا لابساها دي. أيوة. اللي هي المبططه دي. انت مثلا ليتس سي رايحه مثلا الجامعه, دي اسمها سنيك نكلس. بالظبط. انت مثلا رايحه الجامعه بلاجينج وعليه اوفر سايز شيرت مثلا. انت لو لابسه دي خلاص هو هي فعلا شكلها زي الذهب بالظبط, هو الاوتفيت ما فرقهاش يعني عن خالص. ايوه. مثلا البريسلتس اللي هم اللي بحبل دول هي لابساها مثلا مناسبين قوي للجامعه ومع الاي واتش وكده بتبقى تحفة. حقيقي حقيقي تحفه. طبعا بقى في دلوقتي اللي هو الليرنج بتاع الايرنجز. انت برضو لو لابسه حاجه ساده خالص وحاسه انك مثلا مش عايزه تنزلي شعرك او حاجه, عايزه ترفعي بان, فانت 2 أو 3 ايرنجز او حتى واحد بس شكله في ستادز اللي هو يبقى شايني شويه, خلاص انت كده يو ويل جراب ذا اتنشن باللي انت لابساه. ايوه. طيب لو نازله بالليل؟ نازله بالليل طبعا وي ويل جو فور ذا ستيتمنت بيسز اللي هي مثلا البانجلز الكبيره, عشان بالليل هتبقى حاسه ان انت دايما بتبقى مضلمه فتعايز حاجه تشاين شويه. صح صح. فالبانجلز الكبيره بتبقى تحفه بالليل. يعني حتى لو لابسه سيمبل اوتفيت الحاجات دي هتبرز قوي الاوتفيت. وبعدين احنا السنه دي ده نازل موضه صيف شتاء,
حقيقي. فهي هتبقى تحفه على اي حاجه. حقيقي حقيقي. طب بالنسبه للشغل الايه؟ بالنسبه للشغل ايه الاكسسوار اللي تفضلي ان انا انقي منها؟ شغل فانت هتستخدمي ايدك انك مثلا تتكلمي صح. تكتبي صح. رينجز صح رينجز حقيقي. رينجز وبريسلتس حقيقي. بس الرينجز انا جايبه كولكشن هي دي بقى فينتج قوي يعني مكتوب عليهم حاجات مكتوب عليهم بتونس بيك اغلى من حياتي كل الاغاني القديمه ايه ده وان دايما قوي الحاجات اصل انت لما بتبقي لابسها بتحس انك حتى لو جايبه حاجه بتحس انك لابسه حاجه قيمه جدا انت لابسه حاجه يعني ناس عريقه جدا كانت بتغنيها فبتحس انك لابسه حاجه صح صح بس يعني انت فكره انك تبقي لابسه بيس حتى لو حاجه واحده بس في الاكسسوارز تبقي حاسه انك لابسه بيس اللي هو انا عارفه ان انا لابسه حاجه حلوه صح. طب كل بيس بتاخد منك وقت قد ايه تقريبا؟ لا في حاجات بتاخد وقت كبير قوي يعني مثلا زي اللي هي النكلس اللي هي فيها احجار دي دي يعني ممكن تاخد 3 ساعات مثلا شغل لان هي انت حجر حجر وبتعملي بسلك النحاس وبتلفي ف اتس تو ماتش ورك. طب في حد بيساعدك؟ في ورش اكيد. انا بعرف اشتغل نحاس بس لسه ما تمكنتش 100% ان انا اطلع بيسز فاهمه يعني انا دلوقتي بديزاين انا مثلا بعمل الديزاين واكيد في مساعده عشان اعرف اطلع الشغل يبقى كويس فانا لازم يبقى في مساعده فانا في ورش بتعامل معاها وبيخلصوا لي الحاجات. طيب احنا دلوقتي يعني في ظل الاحداث اللي احنا فيها والقضيه الفلسطينيه انا شايفه انك عامله اكسسوارز بتدعم القضيه الفلسطينيه. دي اقل حاجه ممكن اعملها. فكرت يعني فيها ازاي؟ بصي كده الجيل بتاعي احنا وي ونت ثرو القضيه الفلسطينيه حقيقي. من زمان حقيقي فاللي بيحصل دلوقتي من خلال حتى الافلام والاغاني فمن واحنا صغيرين جدا صح. فانت كبرتي اصلا انت فاهمه كل حاجه بتحصل حقيقي. فانت نوعا ما انت ريليتد للي بيحصل ده كانك انت اصلا من هناك فاقل حاجه ممكن تعمليها ان انت جيل الصغير يعني انا من الكاستمرز بتوعي في منهم ناس كتير جدا سنهم صغير أوكي. لما تعملي بيس ليها علاقه بالموضوع فهيحسوا ان هي ايه ده شكلها حاجه مهمه فما نعمل سيرتش ونشوف مثلا ايه صح. الموضوع صح. فانا عملت حاجه هي ممكن تكون مش بتعبر قوي عن قد ايه الموضوع مهم بالنسبه لنا كلنا بس هي حاجه حتى لو لبستيها انت مش هتحسي انك لابسه حاجه اللي هو ترندي وخلاص وهتروح عشان يعني مثلا قضيه وكده بس هي حاجه فور لايف تايم يعني مثلا حقيقي. اللي هو العقيق ده هو الوانه هي عادي هي الوان العلم بتاع فلسطين بس هو لو لبستيها مش يعني هو عادي شكله حلو هي الوانها حلوه جدا وعايزه اقول لك انه فعلا بيعبر عن فلسطين يعني لا يعني انا عاجبني جدا الديزاين انا حطيت الجولد لان هم يعني هو فيري سيمبل وفي نفس الوقت بيوصل الرساله بشكل مظبوط بالظبط ان وصل لك نفس اللي انا كنت عايزه ايوه حقيقي حقيقي. طب ناوي على ايه الفتره اللي جايه بقى؟ ناويه ان شاء الله يعني الموضوع يكبر معايا اكتر وتبقى البيسز اللي بتتعمل هي موجوده في مصر اللي هو لو حد شافك مثلا لابسه حاجه تبقى دي معروفه دي من 100 ديزاين نكست عايزه فهمي بقى ان شاء الله ان شاء الله. طب نفسك تفتحي ستور الخاص بيكي في القاهره اوريدي في اسكندريه عندي ديسبلايز بس في القاهره اكيد ات ويل بي ا ريلي بيج ستيب ان انا اعملها.